مرحبا بكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه الجولة. من الآن اختتم الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الحالية إلى ألمانيا، والتي بدأها الأحد الماضي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه المكثف بلقاء عدد من كبار المسؤولين. كما أجرى الرئيس العديد من اللقاءات الهامة، لعل من أبرز تلك اللقاءات لقاءه مع الرئيس الألماني ورئيس البرلمان الألماني ووزيرة الدفاع، وتم خلالها مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية. واليوم التقى سيادته مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل ووزير الداخلية الألمانية. مشاهدينا، لإلقاء الضوء على نتائج الزيارة ومباحثات الرئيس السيسي السياسية، يسعدنا أن يكون معنا الآن في الاستوديو دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أرحب بك دكتور معنا. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. دكتور، يعني في البداية، كيف ترى أهمية هذه القمة، قمة مجموعة العشرين، وأيضا يعني منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة ومنذ 2014، يعني هذه تعتبر يمكن الزيارة الخامسة للرئيس، إلى جانب عدد من اللقاءات مع المستشارة الألمانية وعدد من رؤساء وكبرى الشركات الألمانية، من وجهة نظرك يعني دائما يحرص الرئيس على اللقاء بكبرى الشركات ورؤساء الشركات لإحداث طفرة في الجانب الاقتصادي، كيف تقيم هذه اللقاءات؟ طبعا هي زيارة هامة للسيد الرئيس، وبتأتي في إطار يعني ما يطلق عليه بالمصطلحات السياسية دبلوماسية القمة. دبلوماسية القمة يعني دبلوماسية القادة والزعماء، واللي بتبقى يمكن في الغالب قصيرة من حيث الزمن، ولكن بتترتب عليها نتائج هامة من الناحية الواقعية. يعني شوفي حضرتك، في السنوات القليلة الماضية كان في نشاط مكثف في هذه الدبلوماسية اللي هي دبلوماسية القمة. فده نمط أيضا من أنماط دبلوماسية القمة، واحنا ممكن ننظر اليها الحقيقه على اكثر من مستوى. يعني ممكن ننظر اليها على مستوى العلاقات المصريه الالمانيه، وده المستوى الثنائي. طبعا العلاقات المصريه الالمانيه علاقات متميزه، لها خصوصيه، بترتبط ايضا بابعاد مختلفه. يعني تلاقي حضرتك في جوانب الاقتصاديه، الجوانب السياسيه، ربما ايضا الجوانب الامنيه. بيبقى دايما في مثل هذه اللقاءات بيبقى في وفد مصاحب للسيد الرئيس، بيبقى رفيع المستوى يعني، وبيتم التباحث حول قضايا مختلفة، منها ما هو سياسي، ومنها ما هو اقتصادي، منها ما يتعلق بالمنطقة اللي احنا عايشين فيها، منها ما يتعلق باللي بيسمى القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها القضايا اللي بتهم العالم حتى ككل. يعني لما نتكلم مثلا عن موضوع زي موضوع الارهاب، فده موضوع الحقيقه بيجتذب اهتمام العالم، وده اللي تم التطرق اليه في الجلسه منذ قليل. تمام، ده اللي اشار اليه السيد الرئيس، وضروره ان يتعاون المجتمع الدولي ككل طبعا في مكافحه الارهاب. والفكره هنا ان الارهاب لا يهدد الدوله بعينها، وتكاد لا توجد دوله الان بعيده عن الارهاب، اما حدثت فيها اعمال ارهاب فعلا أو يحتمل أن يحدث فيها. وبالتالي الفكرة هنا هي تكتيل وتضافر الجهود لمواجهة الإرهاب. في أيضا نتكلم عن موضوع زي موضوع الهجرة غير المشروعة، ده أيضا بيهم عديد من الدول. البعد الاقتصادي والإقليمي، وأنا عاوز أقول هنا اللي هو يعني بيتعلق بالقارة الإفريقية، أنا عاوز أقول هنا إن مصر بتتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019. ومصر الحقيقة ودبلوماسية القمة ورئاسة السيد الرئيس للاتحاد الإفريقي بذلت جهود كبيرة قوي. لكن دكتور، يعني قبل الحديث عن ذلك، أنت ذكرت أن قضية الهجرة غير الشرعية واللاجئين كانت من ضمن الملفات التي تم مناقشتها خلال هذه القمة. من وجهة نظرك يعني ما هي الجهود من قبل مصر وألمانيا في القضاء على هذه الظاهرة؟ طبعا هي ظاهرة متكررة في عديد من الدول. بالنسبة لمصر يمكن نقول في خلال سنتين ثلاثة الأخيرة ربما تم إيقاف الهجرة غير المشروعة من مصر تماما. إنما يبقى أن في دول أخرى، يعني ممكن يكون الهجرة غير المشروعة دي من ليبيا مثلا، ممكن من دول أخرى اللي بتعاني اللي بتسميها الملفات الساخنة والصراعات، بالظبط كده. إذن هي دي أهمية مثل هذه اللقاءات وتبادل الآراء والمناقشات حولها، والنظر في اتخاذ افضل الطرق. انا عاوز اقول ايضا يعني عشان نربط هذا الكلام بموضوع القمه وبموضوع الزياره، تلاقي حضرتك ان الزياره دي فيها الشق الاقتصادي مهم قوي. طبعا سواء كان الشق الاقتصادي بين مصر والمانيا، او بين المانيا وافريقيا، او بين مجموعه العشرين والقاره الافريقيه. طيب البعد الاقتصادي هنا اهميته ايه؟
هو طبعا في تركيز على تنمية القارة الإفريقية من خلال مجموعة العشرين وأفريقيا. وأعتقد أن مصر أيضا تسعى في ظل الحديث على الشق الاقتصادي والجانب الاقتصادي تحاول الاستفادة من الجانب الألماني والاقتصادي، خاصة أن يعني ألمانيا كان لها تجربة واضحة في النهضة بعد الحرب العالمية الثانية. طبعا ده على مستوى الثنائي المصري الألماني. ألماني. طبعا وفي لقاءات للسيد الرئيس مع رؤساء شركات كبرى. طبعا نعم. طبعا وده واستفادة متبادلة وتصنيع مشترك واكتساب استثمارات ألمانية للمشروعات المصرية العملاقة وقناة السويس وتدريب المهني وكل هذا الكلام طبعا. إنما أنا عاوز أقول أيضا حتى إن في ما يتعلق بالناحية الإقليمية. أنا بتكلم عن مجموعة العشرين وأفريقيا. مجموعة العشرين دي اللي بتضم 19 دولة من الاقتصاديات المتطورة والنهيضة في العالم إضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي. فهي مجموعة العشرين بهذا المعنى طبعا بتبحث في طرق تنمية القارة الإفريقية والتعاون مع الدول الإفريقية من الناحية الاقتصادية. لماذا يعني يا دكتور؟ يعني لماذا الاقتصاد العالمي أصبح يولي اهتمام كبير للاقتصاد الإفريقي من وجهة نظرك؟ يعني ما هي أهم العوامل والمقومات والمكونات في إفريقيا لجذب هذا الاستثمار؟ طبعا هو شوفي حضرتك العالم كله الآن مهتم بإفريقيا. طبعا يعني الولايات المتحدة مهتمة، روسيا مهتمة، فرنسا مهتمة، الاتحاد الأوروبي مهتم، إذا الصين مهتمة، إذا كل دول العالم وكل الدول الكبرى مهتمة بإفريقيا. طب لماذا إفريقيا؟ سؤال حضرتك. إفريقيا الحقيقة فيها موارد وفيها قدرات بشرية وهي في حاجة إلى رؤوس أموال وفي حاجة إلى تكنولوجيا لكي تستغل هذه الموارد الاستغلال الأمثل. بنفس المنطق الدول اللي بتقدم الاستثمارات أيضا قد تكون مستفيدة. إنما هنا المعادلة اتغيرت شوية. يعني لم تعد الاستفادة لطرف وحيد وهو الطرف المتقدم، وإنما الاستفادة بتعم على الدول الإفريقية وعلى الشعوب الإفريقية، وخصوصا أن إفريقيا بتواجه أيضا مشاكل الحقيقة بتحتاج طبعاً إلى دعمها وأن تساعدها دول أخرى. هنشوف حضرتك ظاهرة زي ظاهرة التصحر، تغيرات المناخية، ما هي كل دي حاجات تحتاج إلى دعم. وفي يعني بالمناسبة الشركاء الدوليين أيضا بيقدموا مثل هذا الدعم. طب اهميته ايه؟ هو ده يعني يبدو انه اقتصادي. لما نتكلم عن تنميه، لما نتكلم عن استثمارات في البنيه التحتيه، البنيه التحتيه يبدو الامر هنا انه اقتصادي، انما هو ايضا له البعد السياسي. يعني ايه؟ يعني احنا لما نعمل تنميه في دول افريقيا ونعمل استثمارات ونعمل مشروعات ونكافح البطاله، ده نوع من مكافحه الارهاب. يعني عندما تتحقق التنمية يندرج تحت ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. طبعا يعني تلاقي حضرتك أن الدول اللي بتعاني من الإرهاب هي الدول الأكثر تخلفا في القارة الإفريقية، وبالتالي دعمها، إيجاد فرص عمل للشباب، إيجاد مشروعات النهوض بهذه الدول الإفريقية من ناحية الاقتصادية والاستثمار والتنمية، كل ده بيسهم أيضا في البعد السياسي والأمني وهو مكافحة الإرهاب. أنا عاوز أقول أيضا أن مصر بذلت دبلوماسية نشطة قوي في فترة تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي. كانت دائما تجربة مصر في مكافحة الإرهاب دكتور يعني حاضرة وواضحة في كل المحافل الدولية وفي المؤتمرات وعرض هذه التجربة. طبعا. لكن يعني دكتور برأيك كيف ترى تمسك القيادة المصرية في ظل الاتفاق مع المستثمرين الألمان أن يكون جزء من عملهم في مصر هو مسألة التدريب المهني والتدريب البشري، وهذا ما شاهدناه في تجربة شركة سيمنز. صحيح، التدريب المهني والاستعانة بتكنولوجيا متقدمة ومشروعات مشتركة، ما كل ده أيضا يسهم في دعم الاقتصاد، يسهم في جذب الاستثمارات، يسهم أيضا في مكافحة الإرهاب نفسه طبعا، ويسهم في تحقيق البيئة المناسبة للاستثمار والبيئة المناسبة للتنمية. كان في تقرير يمكن قبل ما أجي على طول يعني بساعتين ثلاثة ولا حاجة، إن مصر تقدمت يعني بقت في المركز الثامن من حيث الامن والاستقرار، تقرير دولي يعني. صح. اذا ده بيعطي هذه المؤشرات الايجابيه، وان مصر واطمئنان للمستثمرين لكي نعم يستثمروا في مصر. صحيح. وخصوصا المبدا الاقتصادي او الفكره الاقتصاديه المعروفه يتقال ان راس المال جبان. رأس المال جبان يعني بيخاف من المخاطر أي مستثمر، وبالتالي عندما يتحقق الأمن في مصر، عندما يتحقق الاستقرار، عندما توجد المشروعات الواعدة اللي بنسميها مشروعات واعدة اللي هي المشروعات القومية بتاعتنا ومحور قناة السويس وكل هذه المشروعات الكبيرة بتجتذب الاستثمارات وتجتذب من يرغب في التعاون مع مصر لتحقيق التنمية من خلال شراكة اقتصادية بتعود بالفائدة على مصر
وعلى الطرف المحلي. الحديث عن هذه الإشادات، يعني دكتور، أيضا هناك مشروع بالبان للطاقة المتجددة والذي أشادت به منظمة الأمم المتحدة وأيضا البنك الدولي. ده صحيح. ويمكن حتى كان في توقيع لاتفاقات يعني يتم توقيعها بخصوص الطاقة والطاقة المتجددة، وإن مصر تصبح مركز للطاقة ونقلها وتصديرها. يمكن كانت قال إن في اتفاقات يتم توقيعها بحوالي، يمكن في هذه الزيارة فقط، بحوالي يمكن 300 مليون يورو. رقم كبير. رقم كبير طبعا. إذن يعني يبدو الأمر إن مثل هذه الزيارات لها أهمية كبيرة، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية أو من الناحية الأمنية، وإحنا ما نقدرش يعني نفصل. أعتقد كلهم مرتبطين ببعض. طبعا ما نقدرش نفصل الاقتصاد عن السياسة عن الأمن، كلهم مرتبطين في النهاية. وأنا عاوز أقول أيضا أن السياسة الخارجية الناجحة بتكون ناجحة بقدر انعكاسها إيجابا على الشعب. إذن مثل هذه الزيارات، ويعني وهي متكررة الحقيقة، سواء على مستوى ثنائي يعني بين مصر ودولة أخرى، أو على مستوى جماعي يعني مثل هذا اللقاء وقمة العشرين، وقبل كده كان قمة التيكاد عديد، وكان كان في لقاء أيضا في روسيا في سوتشي. إذن يبدو الأمر إن مثل هذه الزيارات ومثل هذه اللقاءات تعود بالنفع على المجتمع المصري وعلى القارة الإفريقية بالتأكيد. وده المعيار الحقيقة لنجاح السياسة الخارجية، وخصوصا أن مصر يعني بدأت تلعب أيضا في السنوات الأخيرة دور نشط في إفريقيا. يعني أحد محاور السياسة الخارجية المصرية الآن هو التوجه نحو الجنوب. التوجه نحو الجنوب يعني نحو القارة الإفريقية، في التوجه نحو الشرق يعني نحو آسيا، وفي التوجه نحو الغرب والولايات المتحدة. إذن ده بيعطي نوع من المرونة، نوع من الاستقلالية للسياسة الخارجية المصرية، وخصوصا على مستوى دبلوماسية القمة اللي هي دبلوماسية القادة والزعماء. يعني عقدت وزارة الإنماء خلال هذه القمة يعني شركات إصلاح مع عدد من الدول الإفريقية منها السنغال وتونس والمغرب، أعتقد بحوالي 2.5 مليار يورو. كيف تقيم هذا الرقم؟ وهل تعتقد أن سيكون هناك نوع من أو المزيد من الشراكة والاستثمار في الفترة القادمة؟ يعني أنا أتوقع أن سيكون هناك مزيد من الشراكة، مزيد من الاستثمار في القارة الإفريقية، وده بيرجع إلى الجهود اللي بذلتها مصر. ومصر الحقيقة أنا عاوز أقول أنها بمثابة البوابة الإفريقية. مصر دولة إفريقية وهي دولة عربية وبتتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، ولعبت الحقيقة دور نشط قوي في هذا الإطار. وتولي الرئيس للاتحاد الإفريقي طبعا من خلال رئاسة السيد رئيس الاتحاد الإفريقي. عشان كده أنا أتوقع يمكن تزايد الاستثمارات في إفريقيا، وخصوصا أن إفريقيا يعني فيها الثروات وفيها الموارد وفيها القوة البشرية، وتمثل سوق جيد يعني لو هينظر إليها المستثمر بالمعايير الاقتصادية فبتتوفر فيه فرص واعدة للاستثمار. إنما أيضا هتبقى في فايدة للمستثمرين وفايدة للدول الإفريقية، بما يؤدي إلى النهوض بالشعوب الإفريقية في هذا الإطار. ومشروعات مختلفة ومتعددة، وإفريقيا تحتاج فعلا مثل هذه المشروعات، تحتاج إلى التكنولوجيا المتطورة، تحتاج إلى استثمارات من الدول المتقدمة ومن شركاء تقديم عدد من المنح، وهو ما يحدث الآن. طبعا. دكتور، يعني بالحديث عن الجانب الاقتصادي والاستثمار، كيف ينظر المستثمرون الآن إلى مستقبل الاستثمار في مصر من وجهة نظرك، في ظل يعني السير بتوازن في ظل تحقيق برنامج اقتصادي ناجح؟ ده صحيح، وده أيضا من حضرتك كنت تسأل عن أهمية مثل هذه اللقاءات. ده أحد الجوانب الأهمية طبعا، إنها بتبقى فرصة يعني سواء في هذه الزيارة أو في زيارات أخرى سابقة أو ربما زيارات لاحقة. الرئيس دائما حريص يعني على عقد عدد من اللقاءات مع يعني كبرى رؤساء الشركات الألمانية أو غيرها. ده صحيح، وأيضا ربما في عرض لطبيعة التطورات الاقتصادية اللي بتحدث في مصر. يعني إيه هو النموذج اللي تم تطبيقه، إيه هي الإيجابيات، وده أيضا بيشجع في النهاية المستثمرين. صح. يعني لما يعرفوا أن مصر بتقوم بتجربة جيدة في الإصلاح الاقتصادي، أن مصر فيها مشروعات واعدة، المشروعات العملاقة، كل ده بيجتذب المستثمر الأجنبي وبيجتذب فرص للشراكة. خلينا نقول الشراكة مع بين مصر ودول أخرى. طبعا. ومنها ألمانيا ومنها دول متقدمة كثيرة ومتعددة، وخصوصا في المناطق الصناعية في محور قناة السويس. دي أيضا بتقدم فرص مهمة قوي للاستثمارات بين دول كثيرة في العالم وبين مصر.
لو تحدثنا عن الشراكة ما بين إفريقيا وبين مصر، يعني الرئيس قال أن الشراكة ما بين مصر وبين ألمانيا يجب أن تكون نموذج يحتذى به في القارة الإفريقية كي تقوم هذه القارة الإفريقية بتحقيقها في التعامل مع القارة الغربية، كيف تقرأ ذلك التصريح؟ طبعا هو العلاقة بين مصر وألمانيا في مختلف المستويات هي نموذج يمكن أن يحتذى، هي علاقات طيبة، في تقارب، في وجهات النظر، في تشاور مستمر. الجديد أيضا هنا لو احنا بنتكلم عن الدول الإفريقية، أن الدول الإفريقية لفترة طويلة كانت أسيرة التناقض بين مواردها الكثيرة وبين استفادة المواطن الإفريقي منها واستفادة القارة الإفريقية منها. يعني فترة الاستعمار طبعا كانت فترة استغلال للثروات الإفريقية من جانب المستعمر. إنما دلوقتي يبدو أن الأوضاع تغيرت وأن المعادلة تغيرت. إفريقيا غنية بثرواتها، إفريقيا تحتاج إلى شراكة من دول أخرى، تحتاج إلى استثمارات من دول أخرى، تحتاج إلى تكنولوجيا من دول أخرى، ولكن العوائد في النهاية ستعود على الشعوب الإفريقية في المقام الأول. هي دي الفكرة اللي لازم تؤخذ في الاعتبار. الموارد هي الموارد، البشر هم البشر، إنما الفكر تغير والنظرة تغيرت، وأن الجميع الآن أصبحوا شركاء في التنمية وشركاء في الإصلاحات الاقتصادية، خلينا نقول، وشركاء في ما يتحقق من عوائد ومنافع. أيضا من ضمن الملفات التي كانت مطروحة يعني في هذه القمة كما ذكرنا منذ قليل، يعني ملف مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية، أيضا كان هناك عرض لبعض الأزمات في المنطقة والأزمات الإقليمية، على سبيل المثال ما يحدث الآن في ليبيا وفي العراق وفي لبنان. ما مدى توافق الرؤية المصرية الألمانية في التعامل مع هذا النوع من القضايا؟ صحيح، دي نقطة مهمة وتتعلق بالشق السياسي. يعني نقول أن الزيارة لها شق سياسي واقتصادي وأمني، فده بيتعلق بالشق السياسي. الشق السياسي هنا أن يعني بنجد أن في درجة كبيرة من التقارب والتوافق بين وجهة النظر المصرية ووجهة النظر الألمانية في عديد من الملفات. يعني بالذات لو حضرتك كنت بتتكلمي دلوقتي عن الملف الليبي، وجهة النظر المصرية ووجهة النظر الألمانية متقاربة، إن يعني لابد من الحفاظ على كيان الدولة، وأيضا في الملفات الأخرى الساخنة في المنطقة، حفاظ على كيان الدولة، على وحدتها، على مؤسساتها، ألا تكون هناك قوة أخرى تنافس الجيش الوطني. كل دي إن حل المشاكل يبدأ من الداخل، وإن حل المشاكل يكون حل سياسي، وإن الاقتتال والصراع الداخلي لن يؤدي إلى حل. إذن في هذه الجوانب كلها بتتقارب إلى حد كبير وجهة النظر المصرية مع وجهة النظر الألمانية. أنا عاوز أقول حتى يعني إن في مشاورات مستمرة، يعني ليس من خلال هذه الزيارة فقط، وإنما في فترة سابقة في مشاورات مستمرة بين مصر وألمانيا بتؤدي إلى وحدة الموقف ووحدة النظرة وإلى التعامل المشترك مع هذه القضايا بنفس المنطق تقريبا. يعني كما ذكرت وأخيرا يعني دكتور منذ قليل أن الرئيس عقد اليوم في هذه القمة عدد من اللقاءات، من أهمها رئيس البرلمان الألماني، أهمية هذا اللقاء من وجهة نظرك؟ طبعا السيد الرئيس عقد لقاءات مع ما نستطيع أن نسميه بالتعبيرات السياسية شوية مؤسسات صنع القرار. يعني كان في لقاء مع الرئيس، كان في لقاء مع المستشارة الألمانية، كان في لقاء مع رئيس البرلمان، إذن كان في لقاء مع وزراء يعني مهمين، عدد من الوزراء المهمين في الحكومة الألمانية الاتحادية. إذن يبدو الأمر هنا أن هذه بتعكس أولا قوة العلاقات المصرية الألمانية، بتعكس التنسيق والنظرة المشتركة في كثير من القضايا بين مصر وألمانيا، بتعني أيضا وجود يعني رغبة في التعاون المشترك المصري الألماني وعلى مختلف المستويات، سواء اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو غيره. وأعتقد أن هذه الزيارة بالفعل يعني أو هذه القمة حققت النتائج التي كانت يرجو إليها الجانب الألماني والجانب المصري. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي العزيز دكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، نورتنا. شكرا جزيلا لحضرتك وللسادة المشاهدين. شكرا، وأشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى الملتقى بإذن الله. شكرا لكم.